على أرض بلاديني على أرض بلاديني. يدلك واحد ولا جاي من المدرسة؟ يا فرحة أمك بيه، جايب لي واحد؟ ابن خالتك يا حبيبي جايب لأمه امبارح اتنين. ايه يا أمي حتى في دي كمان ما لقيتش غيره أعمل إيه يعني؟ خلاص زي بعض ما يخسرش. خدوا بقى شوفوا جوه هتعملوا بيه ولا هتلعبوا بيه ولا هتهببوا إيه؟ لا أمي بيه أنا لسه هعمل بيه 50 حاجة جوه ما تقلقيش، فخلص ورجعه مكانه ولا الحمام جوه. ماما أنا لسه جاي من المدرسة وجعان. يا ماما أنت مين؟ إيه ده؟ أنا اللي جاي من هنا؟ أنتوا فين؟ لا أنتوا بتتجمعوا على أخوك كويس؟ البنت ولا يا نهار أسود؟ انجز على شخص من ركن طب همنا على العربية قلمت يا صاحبي وهزبطه وانا جاي لك بالحفلة اربطه يا لحظة مثلك ايه ده يا ماما انت الدبوس ما بيخرمكيش لا يا حبيبي ما بيخرمنيش بص تعالى اوديك توديني ايه يا انت فاكر ان انت فاكر انت فين وانا في الدنيا يا انت كنت مرضو اجيب لك اي حاجه يا ماما لا يا حبيبتي تسلمي لي يا رب تسلم اما كانت ايه الدوشه اللي شغاله دي يا ماما ده العيال عاملين دوشه مصدعاني حقك عليا انا يا كلاب البقع هي دي اللي بتلسع ده انا هنفخهم عندي في الفصل وانا بتاسف تدور على المسطره اللي توجع صاحبك اكتر لا تعالى بقى برشام تنفع بابا انا هاخد دي هو اي حاجه هتحبب بيه بتنفع جدا في البرشام في ال بال برشام يلا في الخواطر هو راجع زيك كده راجل خاطر فيها هتنفعني هتنفعني خواطر يا كداب سمعتك هات برشام خد يا بقى كلام لك كويس عشان ما يبقاش لايك الشهر ده ان شاء الله انا اروح براحتي في اي حته انا عايزها كلمه مصروف يا حاج البيت مش عايز اسمعها من هنا لاخر الشهر اي عكنه كلامهم هو بتاعك مطلع طب خلاص طب خد بسرعه رجع الاسجل ده مكانه امسك مش هقولك يا اسطى ايه هي عشان بجد طلعتها فين عشان انت عارف دماغي ده غبيه فصعب ان عينك تيجي في عينيا خلص على فكره امك معاها الموبايل بتاعك نعم مفتوح ولا مقفول مفتوح وبتتفرج على الصور كمان يا راجل دلوقتي اتفرجي عليا انا ملك الزهر طب انت رايح فين بقول لك ايه لو امك سالت عليا قول لها سافر بعث اسبوع انت 4 5 كده لغايه لما تبقى تيجي ولو ابوك زعل قول له هرب عندك اطلع يا اخويا اطلع بيه اطلع بيه يا ام استعبطني الكتكوتين اطلع بيهم نخبيهم في جيبك على فكره كنت داخله ادفيهم تدفيهم عليا نعمل اخر فيك قبل وعارفاك كان مش بعيد تخش تعومهم معاك في البانيو وانت بتستحمى هات يا ابني طب خلوني جعان خلوني جعان انا مش هاكل خلوني جعان خلوني جعان لغايه ما حد يبعت فود انا مش واكل اهو الاكل اهو مش واكل لغايه ما حد يبعت فود انا عايز فود دلوقتي الحاجه حاجه ربي سامحني على الفضائيات مش عايز اكل غير لما يجي لي حوت وده راجبه لي منين ده تمام ماشي ماشي الجولة دي ليك بس هنشوف بعد كده هنشوف ماشي يلا اللي بعد وكان البحر مهزر وانا قلت تمويل الباب بيخلص بسرعة ليه؟ مش هتشوف كده زفت تمام تمام برافو مش كل جولة على فكرة بقول لك يا جدعان حد يجحفل بسرعة حد يجحفل لا جحفلوني انا عايز الجحفل دلوقتي هعمل بسرعة يجحفلك يا نهار اسود انا حد مش عارف ايه اللي بتقوله جنب بحر انت ده مين ده اللي هيجحفلك؟ ولا حد قال لك هجحفلك ايه؟ لا ثانية واحدة بقى يا جدعان دي فيها اسد اسد ينزل وهروح له وهو بيجحفلني وكان البحر انا معدك ضبط ولا حد خليني بقى الفراغ وانا بجحفلك